أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جبار السماوات والأرض. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم جزيه عنا خير الجزاء. أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبد الأبدين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة النكاح وعلى اتباعنا لسنة رسولنا الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم، حين قال: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، لذلك فقد جعل الزواج من سنته، فقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني، كما قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم يوم القيامة. فالنكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وسبب للتكسير الذي يباهي به الرسول الكريم سائر الأنبياء والمرسلين. والنكاح هو الاتصال الغليظ والعظيم على الله سبحانه وتعالى، والنكاح هو الزواج، والزواج هو اللبنة الطيبة التي من خلالها نبني أسرة مسلمة تكون نواة لمجتمع مسلم. فالحمد لله الذي شرع الزواج وجعله عبادة يتقرب بها العباد إلى الله جل وعلا. فالزواج امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزواج لابد أن يتوافر فيه شروط أربع، وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر. الإيجاب من الزوجة ووكيل الزوجة، والقبول من الزوج ووكيل الزوج، ولا زواج إلا بولي، والإشهار وهو ما نفعل الآن. حي الله هذا الجمع المبارك، حي الله ذي الوجوه الطيبة، حي الله ذي القلوب العامرة التي أتت لتشارك وتهنئ أسرة العروسين على فرحتهم. ومن حقهم علينا جميعا أن نشاركهم ونهنئهم على هذه الفرحة، لأنهم يقيمون سنة من سنن الرسول عليه الصلاة وأفضل التسليم. والمهر وهو الشيء الذي يحلل الزوجة لزوجها بعد الكتاب والسنة، وإذا كان الرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم قد جعل الزواج من سنته، لأن الزواج هو سنة الأنبياء، فأن الله سبحانه وتعالى جعله آية من آياته، فقال في محكم آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلندعو لزوجينا بدعاء الرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم: أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم على خير وفي خير بإذن الله، واجعله زواجا مباركا سعيدا، صفة الهدوء والسكينة والمودة والرحمة، وأن يرزقكما الذرية الصالحة التي تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن يباعد بينهما وبين الشيطان كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يصب عليهما السعادة صبا صبا، وأن يصب عليهما الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشتهم كد كدا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. والف مبروك لاخي وحبيبي محمود، والف مبروك لاختي سلمى، مع ندعو دعوة الله سبحانه وتعالى ان يديم عليهم السعاده ان شاء الله. الف مبروك يا سيدنا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان متجوزين رسمي شرعي بالسنه.
تمام. لان العروسه كانت صغيره. حلال ده شيخ الجواز؟ حلال. الى ان تتم سن ال 18. ولما تتم سن ال 18 تطلع عقد جواز رسمي. على بركه الله. سلم. بسم الله عروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب اسم حضرتك نور. الخط ده. ايوه بسم الله. مكان صوتك كده. لا ما كانش قايل. وكل مين عروسه. ايوه. مبروك بقى وكده. رايك ايه يا امي في الجوازه بتاعت محمود وسلمى؟ لسه هيتجوزوا؟ النهارده. ها؟ ايه رايك؟ ربنا يباركلهم في عيشتهم يا رب. تدعيلهم بالله عليك من قلبك. تدعيلهم بالله. ده عيالي. انا عارف والله. قول لي كلمه يا عم عطا، قول لنا بقى حاجه حلوه. ربنا يصلح حالك يا ابني. ربنا يصلح حالك. مبروك بقى دي. مبروك يا حبيبي. قبل ما تكتب كنت بتابع عيالك. ربنا يخليك. امين يا رب. امين يا رب.